هذه الأصناف المتعددة من الصابون التي تكاد أن تأخذ لون الأعشاب الطبيعية المستخلصة منها عدت أفضل صابونة علاجية في العالم بحسب شهادة الأورجانيك العالمية، حيث طابق 26 صنفا منها المواصفات الصحية العالمية. هذا الصابون هي قطعة من ضمن 26 قطعة للصابون العلاجي. طبعا هنا في عندنا شهادة أورجانيك، هي كصابون نابلس هو الصابون الوحيد بالعالم اللي حاصل على شهادة الأورجانيك اللي هو المادة العضوية كصابون. أكثر من 20 زاوية ما بين مستحضرات تجميلية وطبية وإكسسوارات وكل ما تحتاجه المرأة الفلسطينية لحياة أكثر أماناً، حضرت في المعرض الأول برايم بيوتي إكسبو في رام الله، والذي يعرف الجمهور الفلسطيني بأفضل المستحضرات التي يمكن اعتمادها وشراؤها في الوقت الذي تضج فيه الأسواق بالمنتجات المقلدة والمهربة. المعرض بصراحة وبالعامية، اصحي لأي صبية، اصحي على حالك واصحي على جمالك، اصحي على صحتك. انت عم تستخدمي مستحضرات مشكوك في أمرها، في مستحضرات بتم تهريبها في السوق، بتم تزويرها، حماية المستهلك مش قادرة، وزارة الصحة مش قادرة. ويرى خبراء أن التوعية بالجمال تأتي قبل استخدام المستحضرات التجميلية، وأن المقلد منها غالبا ما يدخل في تكوينه مواد مسرطنة، الأمر الذي يؤثر على مستقبل صحة المرأة. المواد المصنعة اللي بنحطها على وجوهنا، على العينين، على الجلد، أي مواد كيماوية في إلها بعض التأثيرات اللي ممكن إنها تأثر وتسبب بعض الأمراض ومنها مرض السرطان. عشان هيك إحنا بنقول قد ما بيقدر الإنسان يستعمل مواد طبيعية. الثدي إذا بدنا نحكي عنه، أمراض السرطان الثدي هو كمان جزء من جمال المرأة، وبنحكي هون دورنا نحكي قديش هو مهم الكشف المبكر عن هذا المرض. المعرض يفتح أبوابه أمام الزائرين لثلاثة أيام، ويرى المشاركون والزائرون أنه فرصة لمعرفة كل ما هو جديد في عالم التجميل. معرض كتير مهم بالنسبة لنا أنه نروج منتجاتنا ونفرجي الناس على المنتجات الجديدة اللي فايتة البلد، بما إنها منتجات يعني مش أي منتجات، منتجات عالمية جدا رائعة، آمنة على البشرة، ما بتعمل لا حساسة ولا التهابات ولا أي شيء. كخبير التجميل بلزمني كتير هيك معرض، لأني بشتغل بالبشرة وبحب المنتجات البيور كتير، يعني فهو كان طبيعي، وطبعا بنافس أكيد الصيني، فيش مقارنة بيناتهم. كتير شركات مشاركة فيه وإشي يعني حلو، كل الناس تعرف عن الخدمات اللي بقدموها والمنتجات الموجودة عندنا، ويعني عندنا منتجات كتير منيحة، فش كتير منيح إنه مشاركوا بهيك معرض والناس يتعرفوا على منتجاتهم. هذه الزاوية في المعرض ظلت فارغة بعد منع الاحتلال مشاركة أصحابها وهم أطباء عيون أردنيون من القدوم إلى الضفة الغربية. من مدينة رام الله، دعاء سيوري، تلفزيون وطن.